نادر داو الدعم ام لا 3-2-1 توب كرونو. هو اللقب الوحيد اللي خسره معي الشعباني اللي هز كل شيء مع الترجي كان فتح قدام فتح جبال بالانسحاب من الكاس اللي كان يحكي عليه حسام السنه الفارطه. طبعا الخلل الاداري بامتياز. بعد نجي للاعبين لانه الخيارات انت لما تجيب نيبوتشا اول عام وستاف كامل معاه وتجيب معاه وسيم معلق وتحب تركب اطار فني مع بعضه ولو مركب ما يركبش وتستغنى عليه ومن بعد تبقى اسبوعين تستنى في مدرب وقتها نعرف انه يستنى فتح جبال جا خشارم ومعه وسيم معلق جا فتح جبال اعطيته عمل تقريبا من الجوله الخامسه للجوله 22 18 مباراه عمل 10 انتصارات 4 تعادلات 4 هزائم النتائج تقول نمشي مع حسام في نفس التوجه انه انت اقلتني وانا محقق اهدافي الكل انا في المركز الثاني قبل مقابله لتوا كان كملها وربحها يولي 5 نقاط هو اللي صار ومن بعد فهمت هو حتى الخميس فوزي البنزرتي ولا غيره اي مدرب راهو يكذب عليك يقول لك مدرب جاء عمل نهارين ثلاثة وغير الفريق على النتيجة يكذب عليك هو الكلام اللي تقال وقتها انه فوزي بنزرتي عنده عصا سحرية في ظرف 24 ساعة شفنا وجه اخر للنادي الرياضي الصفاقسي فاش وصل الدوزيام بنى وجه مجموعة من المحلين حاجة واحدة احترامي للناس كل محلين ولا غيرهم حاجة واحدة اي تغيير الملاعبية في اي أيوة مباراة يحبوا يوريه باش يوري هو حتى في التمارين الجمعة هيك بتاع التمارين باهي ومن بعد شفت انت ليه وفتحي رينا حتى نهار الخميس حتى ماتش دابليكاسيون عمله هو بيان سور يعني جمعة جمعة وسبت وخذا قلت لك حتى لو كان تنحى فوز البنزرتي جا فتح جبال ايه كيف كيف مش يقول لك نفس الشيء راهو العمل تواصل وما نجمش نلوم انا على حتى فني للدرجة هذه الفنيين هذوما الكل ما مش باهيين ولا غلطوا انت الاشكال الاداري انت انت نحيت علاش؟ ما قلت وقتك كي نحيت المدرب قلت انا نحب نحافظ على المكتب الثاني انت نحيته في المكتب الثاني وعندي زوز استحقاقات تو تو وقت الحساب تو عنده الحق الجمهور تو مش يحاسبك على اختياراتك ما هو انت نحيت المدرب باش تهز زوز القاب هياك خسرتهم وبالتالي القرار نتاعك اللي خذيته في اقاله هو مش اقاله خلينا نحترم الراجل فتح جبال هو الذي انسحب ونهار تو نرجع لك للقربله اللي صارت والحشومه اللي صارت مع فتح جبال يا فتح يكمل يا فتح يعيش خويا وهم يتفاوضوا من قاعدين مع فوزي البنزرتي ستكشف الحقائق بيان سور يوما ما مالا طبعا تو وقت عديت تو مش نقيم انت قيس سعيد ساكشف الحقائق انت شنو كيفاش تقيم بعد ما يصير اختيار انت جبت حسام حاجه عليه الاي اف ام مش تشوف انت بعد الاضافه شنو اللي صار؟ مثلا نفس الشيء مدرب عندك استحقاقات ما حققتهاش اليوم تلقى روحك في مدرب ماشي مدرب جاي استقالات في الاداء في الكاتب العام ولا كذا دونك الهيئه المديره جابت لروحها المشاكل المشاكل لانه الفريق كان متوازن ما تنساش فتح جبال خرجت له تصور انت لاعب عنده عام ما لعبش يقعد هو هداف الفريق اللي هو علي المرزوقي علي المرزوقي تخرج له علي المرزوقي وتخرج له شواط وتخرج له حبيب الوسلاتي ولاكسيان وبعد تزيد شو اسمه هنيد محور الدفاع هنيد اي ومن بعد في التحذيرات وما يتعوضوش ويعملوا في تحذيرات ومش عارف انا هو الافكتيف مش يلعب مش باش واضح جدا يعني استنى وملاعبيه مش خالصه وملاعبيه ما عندها حتى موتيفاسيون باش تلعب انت الفتره هذه الاخرانيه بن شاعه ماشي تانديا ماشي ملاعبيه عندهم عروض يعني الاجواء الكل خايبه هذاك علاش المردود الباهت اللي شفناه الملاعبيه ولو انه المقابله فنيا فيها خيارات وفيها اخطاء لكن خطا جسيم من الاداره توجه كامل وبالتالي نتاع التشبيب وسياسه منصف خماخم توا نجموا كي نقيموها نقولوا انه النادي الصفاقسي خرج بخفي حنين رغم انه الوصول للمركز الثاني الذي ساهم فيه فتح جبال بنسبة 90% بالنسبة لي أنا إنجاز إنجاز في حد ذاته كي نشوف الرصيد البشري لأنه في صفاقس مكبرين برشا الملاعبية اللي عندهم راهو برشا ملاعبية كي يتعداو بحث الطيب المهيري يحمدوا ربي موش يلبسوا مليون النادي الصفاقسي يلبسوا حمد العاقبي الله يرحمه برشا ملاعبية موش